المشارك في المظاهرة علشان خمس مطالب اللي احنا مطالبين بيهم، اللي هو لا لإخوانة الدولة، اثنين حل جماعة الإخوان المسلمين، ثلاثة الإفراج عن جميع المعتقلين الثوريين الموجودين في السجون العسكرية وغيرها، أسوأ بما أخرج عنهم محمد مرسي من الجماعات الإسلامية، ولم يفرج عهده بإفراج عن الثوريين. أربعة حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور. خمسة لا للتبعية للبنك الدولي ولا للاستقراض والديون الخارجية. ستة سياسة مع الفقراء وليست مع الأغنياء. لذلك أنا مشارك في يوم 31 للتعبير عن غضبنا تجاه قرارات وأفعال واتجاهات ما يسمى بحزب الحرية والعدالة التي لا تنبئ إلا عن اتباع نفس سياسات مبارك السابقة من الانحياز للأغنياء دون مراعاة الفقراء الذين يمثلون أكثر من 40% من الشعب المصري. ونقول لمرسي من هنا، إذا لم تعي مشكلة مبارك فأنت لم تعي تاريخ مصر، وننبئك بثورة سوف يقودها ضدك الفقراء من شعب مصر إذا لم تتحول سياساتك إلى سياسات منحازة للشعب المصري وفقراءه.